يشرحها لنا بشكل مباشر. عندنا حالات كتيره ان النادي الاهلي يمكن مش كلمه اتظلم، لكن طبعا موضوع ان هو في ضربات جزاء كتيره كانت موجوده لصالح النادي الاهلي وما اتحسبتش الزمالك، وكان في اسوان والاسماعيلي. بس خلينا نتكلم على بعض المشاكل اللي لغايه دلوقتي اللي بقى بتقابل الحكام لتطبيق الفار بشكل سليم. حضرتك كنت يمكن واحنا بندردش بتقول لي البث التلفزيوني على سبيل المثال بالظبط، يعني قول لنا المشاكل اللي ممكن حتى تقول للناس دي تبقى يعني خلي بالكم الحكام برضو عندها بعض المشاكل في التقنيه. بالظبط يعني كده، احنا برضك المفهوم الناس عند الناس ان المشكله كلها عند الحكم اللي هو الاون فيلد، والمشكله عند الحكم في غرفه الفار. لا، ده عندنا مشكله ثانيه عشان بس نوضح. طب عندنا النقل التلفزيوني ده مشكله، عندنا عدد الكاميرات في ميدان اللعب، هو الحد الادنى 6 كاميرات، بس انا شايف ان كمان الكاميرات دي كابتن هادي لابد ان هي تتحط في اماكن تتيح الزوايا اللي هي تقدر بالحكم مين يا كابتن اللي بيحط الكاميرات دي؟ ما احنا برضه هنرجع في كاميرات. حضرتك بتقول ان 6 كاميرات في الملعب ده الحد الادنى اللي هو عندنا في مصر عندنا اللي موجود. طب هقول لك على مفاجاه بعد اذن حضرتك. لا اتفضل. في بعض الدوريات الاخرى اللي هي يمكن موجوده في بعض الدول عندنا بيتلعب الدول العربيه في بعض في الدول العربيه ب 18 كاميرا في ميدان 18 كاميرا في 18 ليه 18 كابتن؟ يبقى انا كحكم عندي اوبشن، عندي اكتر من زاويه اعرف افسر القرار واقعد اوضح القرار بدل ما اجيب زاويه او اتنين، لان عندي اكتر من زاويه. دي من ضمن التقنيه اللي هي الحكم احيانا بيبقى مظلوم فيها. التكنيكال يا كابتن اللي بيحط الكاميرات دوت هو المفروض مخرج، او يعني مش عاوز اتكلم في النقل التلفزيوني ده، دي مش بتاعتي. لا ده احنا بنتكلم، ولكن هو بيشوف الكاميرات دي ده جزء مهم جدا من الفار. حضرتك بتتكلم على، لان هقول لك على حاجه من ضمن الحاجات. اتفضل. اولا مفيش شك ان لابد ان يكون في كاميرا مع الحكم المساعد رقم 1 والحكم المساعد رقم 2. لابد يكون في كاميرا خلف المرمى هنا وخلف المرمى هنا، دولت مفيش فيهم هزار، يعني دولت 4 كاميرات هم بنتكلم فيهم، لكاميرا التسلل للمساعد رقم 1 و2، دي 2، والكاميرا الخلفيه اللي خلف المرمى، لان في حالات بتيجي محتاجه انك انت تجيب الكاميرا الخلفيه عشان تدي منها زاويه للحكم. في الكاميرات الثانيه اللي بتبقى موجوده في الناحيه العكسيه او في ميدان اللعب، دي كلها بتتحط كابتن هاني في بعض الملاعب، مش كلها زي بعضيها، كمان بعض الملاعب ما عندكش الاماكن اللي تحط فيها الكاميرا بشكل كمان الاستادات ممكن ما تكونش مجهزه للعدد الكاميرات اللي حضرتك عايز تحطها. بالظبط كده، بالظبط كده. فهنا موضوع الكاميرات ده مهم جدا جدا جدا، وضع الكاميرات في ميدان اللعب مهم جدا جدا عشان هو ده اللي هيتيح للحكم الزوايا. كمان الاوبريتور اللي عندك اللي شغال على اللي هو ممكن بسرعه يجيب لك الحاله بسرعه وتاخد وقت قليل، ده مهم برضه يا كابتن قوي. دي مشكله عقبال ما بيجيب لك الحاله، يعني احنا هنتكلم كابتن، هنتكلم في حاجات كتيره جدا. ده عقبال ما بيجيب الحاله ويجيبها للحكم الفار بياخد وقت كبير. يعني في حاجه كمان، الكاميرات اللي هي الفور كي دي مهمه جدا، دي مش عندنا قط. يعني الفور كي دوت في امكانيه الكاميرا ان هي بتجيب لك الحاله بالنسبه للتسلل بسرعه للفار عشان يعني يقدر ان هو طبعا يتكلم. الكاميرات كمان عندنا مش اعتقد مش 4 كي او مش التقنيه عندنا لغايه دلوقتي مش يعني خلينا نقول بعض التقنيه اللي داخل الفار من خلال الكاميرات، من خلال الاماكن، من خلال محتاجه يعني محتاجين ده بيأثر شوية بشكل او باخر على القرار. حكم الفار على وانا بكلم بصراحه مش مع ولا ضد، ولكن هو الحكم الفار مظلوم احيانا زي ما قلت كابتن هاني. انت بتديني زاويه تقول لي خد، ما عنديش فيها مش واضحه، يعني بقول 18 كاميرا يا كابتن، 18 كاميرا اعتقد مفيش حاله هتعدي منك. بس في بعض الحالات يا كابتن يعني واحنا قاعدين في التلفزيون بنتفرج عليها ده اللي بنتكلم فيه بقى، دي واضحة. حالات بتبقى واضحه جدا معاك، واحنا اصلا يعني على جهاز التلفزيون قدامنا ويبقى في عرقله من جوه، مثلا ماتش الاهلي والزمالك عرقله واضحه جدا من وليد سليمان ومحمود علاء، يعني مش محتاجه انك تقول بره ولا جوه، لكن الحكم قال لك لا. يعني دي حالات عندنا كتير يعني حصلت يا كابتن واضحه جدا زي ما قلت لحضرتك، والمشاهد العادي قال اللي هو المشاهد قال لا دي ركله جزاء، وكلنا اجمعنا وبنتفاجئ بان قرار الحكم بيجي عكس. النقطه اللي عاوز اقولها مهمه جدا كابتن هاني برضك قبل ما نروح